اللقاء السنوي لقرية بريض جنوب باتنا وصف بالفاشل، والسبب الانقسام الحاصل وسط سكان القرية بين مؤيد ومعارض. أتقوسات بنفشل لأن الجماعة تعراضن قارنو حليش بصح شنو فا فلاس شنو فا فلاس كل سبقاس تقيت وسنت بركاش تقود ربي يشفي اللي يوذان. وعدة بريض السنوية تقليد قديم يقيمها سكان المنطقة والقرى المجاورة، ومنهم من يرى أنها تقليد ثقافي يجمع أكثر مما يفرق. 30 سنة شني دي التاسن دي تقين تغرصن الصغروزن السجان التاسن دي برانيين سي من عاسيه زي العبد كلها بلاست كلها بلاست التاسن دي. أنا بالنسبة لي هذا يعتبر موروث ثقافي سي نوتر تراديسيون نوتر كوتيم، نطلب باش نبقاو نحافظوا عليه. ها سليمان ها سليمان الوليا ها سليمان الوليا ها وذا البرهان مانيا. هذه العادة التي دأب عليها سكان بريض منذ عقود طويلة يبدو أنها فشلت هذا العام بسبب المعارضين لإقامتها الذين يقولون إنها بدعة، أما المصرون على إقامتها فيقولون إنما الأعمال بالنيات. حكيم عماري، الشروق نيوز، بريض.